أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصلة. نتحدث في هذه الحلقة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الأونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة عالمية خاصة على الصعيد الإفريقي الذي ينطلق من السواحل الشمالية لإفريقيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر، أخذا في طريقه حياة العشرات من المهاجرين بل المئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقعون للأسف ضحية مافيا الهجرة غير الشرعية التي تسلب مدخراتهم وتدفعهم للمخاطرة بحياتهم. بالتأكيد مصر بحكم موقعها الجغرافي فإنها على موعد دائما أو من حين إلى آخر لهذه الموجات من الهجرة غير الشرعية، وربما في أحدث خبر على ذلك هو إعلان العميد محمد سمير المتحدث العسكري بالأمس من تمكن القوات البحرية المصرية من إحباط محاولة تهريب 159 مهاجر غير شرعي من خلال مركب صيد في منطقة أبو قير البحرية على ساحل البحر المتوسط. أيضا مصر تحركت بشكل دولي من خلال المطالبة بتعجيل تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها مؤخرا والتنسيق أيضا الدبلوماسي والأمني مع عدد من الدول لمكافحة هذه الظاهرة، وتم إنشاء أيضا اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر وبعضوية 18 وزارة بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتنسيق ما بين الجهود الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة. أيضا خطوة أخرى تشريعية من خلال انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذي ينتظر اعتماده أو إقراره من البرلمان في وقت لاحق. إذن سؤالنا في هذه الحلقة هو كالتالي: كيف نعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية؟ بانتظار توصلكم معنا مشاهدينا حول هذا الموضوع من خلال رقم الهاتف الخاص بنا 25743366 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر هذا الرابط المشترك همزة وصل إيجي. دعونا أولا نتابع مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. الهجرة غير الشرعية أو بوابات الموت يلجأ إليها الشباب للبحث عن فرصة عمل بالخارج قد تكون مصحوبة باعتقاله أو وقوعه فريسة لتجار البشر وربما سببا لمفارقته الحياة. ترتبط الهجرة غير الشرعية بالحالة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يصل إليها الشاب، فيلجأ للفرار من بلده بطريقة غير شرعية من أجل البحث عن فرصة عمل. وبهدف مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً القانون المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي صاغته اللجنة بدعم فني من المنظمة الدولية للهجرة، وقام مجلس الدولة بمراجعته وينتظر إقراره من قبل البرلمان. وحرصا من اللجنة على التعرف على الطبيعة على أفضل الممارسات في مجال حماية المهاجرين المستضعفين خاصة الأطفال، قام وفد من اللجنة بزيارة ميدانية إلى إيطاليا استغرقت عدة أيام، حيث تعد محطة رئيسية للمهاجرين ومقصد جذب لهم خاصة وأن هجرتهم عادة ما تكون عبر البحر المتوسط. من جانبه أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة عمرو طه أن هذه الزيارة من شأنها أن تساعد القائمين على إعداد الاستراتيجية في رسم أولوياتها بما يضمن حماية كافة المهاجرين وخاصة الأطفال غير المصحوبين أو من منهم عرضة لخطر الهجرة غير الشرعية بما يتفق مع القانون المصري ذي الصلة. من جانبها قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق زيادة الوعي الجماهيري من خلال أنشطة نشر المعلومات بين الشباب الراغب في الهجرة، كما أشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات منها إنشاء مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين من أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وحان الآن الموعد لقراءة بعض التعليقات التي وصلت إلينا على صفحاتنا على الفيسبوك. تقيل إلى الزميلة آلاء حامد في غرفة المتابعة الإلكترونية، تحياتي آلاء. وبالتأكيد يعني هناك عدد من تعليقات المشاهدين حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مساء الخير أحمد. مساء الخير مشاهدينا. بالفعل أحمد، لدينا الكثير من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم ولمواجهة الهجرة غير الشرعية. يتحدث عدد من مشاهدينا عن ضرورة معرفة الأسباب وراء هذه الظاهرة وحل هذه الأسباب أولا حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة من خلال بعض الاقتراحات، منها توفير فرص عمل للشباب وأيضا تشديد الرقابة على الحدود لمصر وذلك للحد من هذه الظاهرة وغير ذلك أيضا من الأمور التي قد تساهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية كما يرى مشاهدونا. معنا أول مشاركة من إبراهيم شريف يقول: أولا إذا أردنا مناقشة الهجرة غير الشرعية يجب أن نبحث عن أسبابها وما يؤدي إليها سواء الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ولعل السبب الأول هو مشكلة البطالة، فلو تم إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وتشغيل طاقتهم الكبيرة سوف تقل هجرتهم، لأن ما أجبرهم على الهجرة هو عدم وجود فرصة عمل حقيقية. أما القضاء أو الحد من الهجرة غير الشرعية فلابد من تجفيف منابع الطرق غير الشرعية للهجرة، فأغلبية المهاجرين غير الشرعيين يتم سفرهم عن طريق ليبيا في المقام الأول وبعض المحافظات مثل دمياط وكفر الشيخ عن طريق مراكب الصيد، فلابد من التضييق في هذه الأماكن التي يهاجر منها الشباب ويتم موتهم في عرض البحر، وحتى لا يموت الشباب وتموت أحلامهم مع مياه البحر لابد من توفير فرص عمل سريعة وجادة وكذلك محاصرة طرق الهجرة وهي معروفة لدى الحكومة. عبد المنعم عبد القادر يقول: يمكن مواجهة تلك الظاهرة من خلال التوعية الجادة بمخاطرها، كما يجب على الدولة التوسع والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل في جميع التخصصات من أجل إعداد كوادر قادرة على العمل بالداخل وأيضا بالخارج. معنا مشاركة أخرى أيضا تقترح عدد من النقاط لمواجهة هذه الظاهرة فتقول: يتم مواجهة الهجرة غير الشرعية عن طريق توجيه الشباب لفرص عمل مناسبة لهم، وثانيا تعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأن لهم واجب كبير في خدمة وطنهم وأن وطنهم بحاجة ماسة لهم، رعايتهم وتنمية مواهبهم وأفكارهم والاستفادة مما لديهم من أفكار تفيد الوطن والمواطنين. رابعا العمل على سد كافة الثغرات المؤدية للهجرة غير الشرعية من فقر وعدم وعي وجهل بالأخطار، وأيضا رعاية الشباب وتثقيفهم في جميع المجالات المناسبة لهم. محمد محمود هو يتجاهل أسباب ومخاطر الهجرة غير الشرعية ويقول: إذا كانوا لا يعملون هنا فلنتركهم أيضا يهاجرون. فرج شلبي يقول: ملخص الحديث، لماذا لجأ هؤلاء الشباب إلى الهجرة سواء شرعية أو غير شرعية؟ على الحكومة مراجعة مشاكل الشباب، وبدلا من إعطاء فرد واحد من المستثمرين ورجال الأعمال قرض بمليار جنيه يمكن لتلك القروض أن تعطى لألف شاب كل فرد مثلا 100,000 جنيه، وبذلك تكون الدولة قد وفرت العديد من فرص العمل وتخفيف العبء على الدولة ودفع عجلة الإنتاج. بالفعل يعني هناك القروض الموجهة للشباب وتحديدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذن أحمد كما تابعت معي هذه أول مجموعة من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة، ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية نستقبل ونتابع كل الآراء لنعود مرة أخرى ونستعرضها معكم، ولكن الآن عودة إلى أحمد فؤاد وبداية الحوار إليك أحمد. أشكرك آلاء حامد وأشكر كل من يتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد سنعرض المزيد من تعليقات المشاهدين في وقت لاحق. الآن دعوني أتواصل مع عدد من المتخصصين عبر الهاتف. معنا الدكتور خالد حسن من الجمعية المصرية لدراسات الهجرة أو نائب رئيس الجمعية، والأستاذ سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي. تحياتي الدكتور خالد. خير ازيك حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني ربما تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤخرا إلى درجة أنها أصبحت ظاهرة عالمية، يعني هل هذا يرجع فقط إلى العوامل الاقتصادية مثل الهروب من البطالة وشبح الفقر واليأس من الدول الطاردة للعمالة رغبة في الثراء والحياة الكريمة، أم أنه أصبح يرتبط أيضا بعوامل أخرى مثل يعني المشاركة مع عناصر إرهابية أو غيرها من بعض العوامل التي طرأت على منطقتنا مؤخرا؟ لا، هو بصفة عامة كل دواعي أو أسباب الهجرة تتلخص في مجملها لا دواعي وأسباب اقتصادية. بمعنى إن هو طالما هناك اختلافات في مستويات العمل والقبول والدخل ومستويات المعيشة ما بين الدول المرسلة للمهاجرين والدول المستقبلة، كل ما كان تيار الهجرة والاستمرار بدون توقف إطلاقا، وبالتالي فالاقتصاد هو المحرك الأساسي لتيارات الهجرة سواء كانت من مصر أو من جميع دول العالم.
واللي احب اضيفه في النقطه ديت ان مصر بحكم موقعها المتميز على البحر المتوسط وقربها من السواحل الاوروبيه الجنوبيه لجنوب اوروبا اللي هي تعتبر شمال البحر المتوسط، فهي مقصد دلوقتي ترانزيت لكثير جدا من المهاجرين القادمين من مختلف انحاء افريقيا، خصوصا في الاماكن اللي تتميز ب او خصائصها الحاليه دلوقتي الصراعات الاهليه والحروب والمجاعات وتقلص فرص العمل. كل الدول دي كلها والظروف الموجوده سواء كان في الصومال في اريتريا في اثيوبيا في جنوب السودان، كل الدول دي بترصد مهاجرين بصوره غير شرعيه، بيخشوا كترانزيت بيقعدوا فتره من الزمن في مصر حتى يتم التصرف بالمهربين ويتم تجهيز الاموال اللازمه لتوفير متفقات الرحله ثم التجول بعد ذلك بهجره غير شرعيه الى اوروبا. نعم. طيب دكتور خالد ابقى معي على الهاتف واتحدث مع الاستاذ سمير راغب. تحياتي يا استاذ سمير. استاذ احمد لحضرتك ولاستاذ البرنامج. اشكرك يا فندم. يعني نبدا من نهايه حديث الدكتور خالد وهو ان مصر بحكم موقعها الجغرافي فهي دائما يعني تتعرض لموجات كثيره من الهجره غير الشرعيه. اذا ما هي مسؤوليه يعني مصر كحكومة وأمن وأيضا مراقبة شعبية وغيرها من الجهات المختلفة لمراقبة موضوع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود برا وبحرا وجوا، ونحن نعرف أن أيضا هناك تهريب عبر ليبيا يتم بالإضافة إلى مصر أيضا؟ طبعا الوضع الحالي أن اللي بيتحمل مسؤولية كاملة هو الجهاز الأمنية سواء التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، وده الحقيقه مش ده الحاله الطبيعيه. الحاله الطبيعيه في اي جريمه تمنع دوافع تلك الجريمه. دوافع جريمه الهجره غير الشرعيه زي ما تفضل ضيفك الكريم، لكن هو مش دوافع اقتصاديه فقط، لكن هنخليها في مصر دوافع اقتصاديه، لكن في سوريا ما كانتش دوافع اقتصاديه، في ليبيا دوافع اقتصاديه، لكن في مصر يعني اغلبها دوافع اقتصاديه. لابد من محاربه الدوافع من خلال ايجاد قنوات مؤمنه تسمح بالحق العماله بالخارج تشرف عليها الدوله. اللي بيهاجر الخارج في جزء طبعا بيموت وفي جزء بيتمسك وفي جزء بيوصل. الجزء اللي بيوصل ده في عصابات بتتولى تشغيله في مزارع نظرا لرخص العماله. اذا لو في اتصال ما بين مصر ودول شمال المتوسطي انا اعتقد انها ممكن تبعت لهم العماله بطرق شرعيه دون الحاجه الى هذا النوع من المخاطرات. تمام. وده دور بتتحمله طبعا الخارجيه والقوى العامله والتضامن زي ما سيادتك تفضلت في طرح موضوع التنسيقيه مكافحه اللجنه التنسيقيه الوطنيه. نعم. اللي فيها 18 وزاره. 18 وزاره دول انا متاكد انها فيها جميع الوزارات المعنيه. لما تنسق عمل تلك الوزارات مش هيبقى عندك دوافع، هتقل الدوافع. ثاني حاجه هيبقى في مسارات طبيعيه، بالاضافه طبعا دور الاعلام زي ما حضرتك بتتكلم ان احنا نوعي الناس بخطوره هذا النوع من الظواهر. الاعلام ان هو يفرض مساحات لضحايا تلك الظاهره، كم شاب دفع حياته ثمن لده. نعم. يبرز اللي بيوصل في البلاد المهجر ازاي بيعيش حياه سيئه، ازاي بيعيش مهدد، فده ليه دور الحقيقه. طيب استاذ سمير ابقى معي، ساعود من جديد الى الدكتور خالد حسن. يعني دكتور خالد، ربما في بحث ميداني اجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه مؤخرا اشار الى ان هناك 10 محافظات رئيسيه مصدره للهجره غير الشرعيه في مصر، هي الدقهليه والقليوبيه والمنوفيه والغربيه والبحيره وكفر الشيخ والفيوم واسيوط والاقصر. يعني كيف نستفيد اذن في مصر من نتائج هذا البحث من خلال يعني تنمية خطط التنمية في هذه المحافظات، التواصل مع الشباب هناك، بحث الأسباب التي تجعل هذه المحافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية ومحاولة الحد منها؟ طب استحرك البداية بس على مدخل السمير عزيز، بس واضح اللي فيه فرق